السلام عليكم، انا حسين فوزي. النهارده هنتكلم عن الفرق بين اربع كلمات: raise, rise, arise, arouse. ايه الفرق بينهم؟ يلا مع بعض. الكلمه الاولى raised ده فعل متعدي transitive verb، لازم بعده مفعول، لازم. هو له معاني كتيرة، أشهر ثلاث معاني له: المعنى الأول والأساسي إن someone or something raises something else، إن شخص ما أو شيء ما بيرفع شيء آخر، ده المعنى الأساسي بتاعه. لو خدنا example أمثلة كده، أول واحد لو قلنا they raised the flag، يعني هم رفعوا العلم، هم الشخص ده رفع الشيء اللي هو العلم ده. جملة تانية: the company raised its prices، الشركة رفعت أسعارها، الشركة اللي هو الشيء ده رفع الشيء الآخر ده. لو خدنا جملة تالتة: the manager raised my salary، المدير رفع المرتب بتاعي، المدير الشخص رفع الشيء اللي هو الشيء ده، ده أهم حاجة فيه. المعنى التاني اللي هو يربي إنسان أو حيوان، bring up. لو خدنا examples كده: parents الوالدين raise their children، الوالدين بيربوا أطفالهم، دي مهمة أوي. مثال آخر: farmers raise the animals، الفلاحين بيربوا الحيوانات، دي مهمة أوي. المعنى الثالث والأخير: يجمع مال لغرض ما، collect money for some purpose. لو خدنا examples كده: we are raising money for the poor، إحنا بنجمع مال للفقراء. Another example: he raised money to carry out his project، هو جمع مال عشان إن هو ينفذ المشروع بتاعه. rise rose risen ده فعل لازم intransitive verb، ما بياخدش مفعول، ما يحبش مفعول، له معاني كتيرة، أشهر خمس معاني. المعنى الأول والأساس هو something rises by itself، يعني شيء ما بيرتفع بنفسه، دي الفكرة الأساسية بتاعته. لو خدنا examples كده: smoke rose in the sky، يعني الدخان ارتفع في السماء، ارتفع لوحده. مثال تاني لو خدناه كده: the temperature rises in the summer، درجة الحرارة بترتفع فين؟ في الصيف. مثال تالت: rents have risen sharply، الإيجارات ارتفعت بحدة وبشدة، ده المعنى الأول. المعنى التاني معناها تشرق الشمس وبتيجي نجوم الأقمار اللي هي goes up. the sun rises in the east، يعني الشمس بتشرق من الشرق. المعنى التالت معناه أنه هو يستيقظ، get up. I rise at 5 in the morning، أنا بستيقظ الساعة 5 فين؟ في الصباح. المعنى الرابع معناها stand up، معناها يقف وينهض، أو he rose to greet me، يعني هو وقف عشان يحييني. المعنى الخامس والأخير اللي هو يكون على مستوى المسؤولية، we all rose to the situation، احنا كلنا كنا على مستوى المسؤولية. ده من يبقى الفرق بين raise و rise، الفرق. لو خدنا المثال ده: the company raised its prices، الشركة رفعت أسعارها، شيء رفع شيء، يبقى هنا raised. أما لو قلت the prices have risen by 10%، الأسعار ارتفعت لوحدها، يبقى have risen، يبقى هنا استخدم rise rose risen، ارتفعت لوحدها. ده الفرق من كلمة rise و rose. دول arise arose arisen ده فعل لازم intransitive verb، ما بياخدش مفعول. المعنى الأساسي بتاعه واحد، اللي هو مشاكل وأمور وأحداث تنشأ وتظهر وتحدث وتبرز، كل دي معناه to happen to occur، ده المعنى بتاعه. لو خدنا examples كده: a lot of problems arose during the meeting، إن مشاكل كتيرة ظهرت ونشأت أثناء الاجتماع. Many problems مشاكل كتيرة arise from overpopulation، بتنشأ وتظهر من زيادة السكان. A lot of matters في أمور كتيرة have arisen during their discussion، ظهرت أثناء اجتماع. ده الفعل اللي هو التاني. الفعل الرابع والأخير aroused ده معناه يلفت ويثير الانتباه، ده المعنى بتاعه. To cause someone to have a particular feeling، يجعل الشخص يشعر بشعور ما. لو أخذنا examples أمثلة كتير زي their talk aroused our suspicion، حديثهم أثار شكنا. He aroused my curiosity by his sudden decision، هو أثار فضولي بقرار المفاجئ. Her serious state aroused our fears، حالتها الخطيرة أثارت مخاوفنا. وفي أمثلة كتير قوي. For example: arouse feelings يثير المشاعر، arouse interest يثير الاهتمام، arouse sympathy يثير العطف والمواساة، arouse doubts يثير الشكوك.